حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، هذا موجز لأهم الأنباء. أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قوات النظام على مدينة منبي شرق حلب، موضحة أن الشرطة العسكرية الروسية سيرت دوريات على طول خط الاشتباك شمال غرب منبي. بدوره قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني السوري الرائد يوسف حمود في تسجيل صوتي، قال إن القوات التي دخلت منبي وتدعي أنها تتبع لقوات النظام هي قوات يبيجي، والتي كانت متمركزة بحلب المدينة وانسحبت من بعض الأحياء لصالح قوات النظام. أظهر تسجيل مصور عرضته وكالة ربتلي الروسية مركبات مدرعة للجيش الأمريكي وسيارة لقوات النظام تسير على الطريق الذي يربط منبج وعين العرب شمال شرق سوريا. جاء ذلك بعد أن أكد المتحدث العسكري للتحالف الدولي العقيد مايلس بجاجينز انسحاب قوته من مدينة منبج، وصفا هذه الخطوة بالمدروسة. أعلنت الحكومة الإيطالية أنها ستحظر تصدير الأسلحة إلى تركيا على خلفية عملية نبع السلامة العسكرية. وأكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده ستحظر صادرات السلاح لتركيا بعد هجوم أنقرة على قسد في سوريا، مضيفا أن اتخاذ قرار على مستوى الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى تركيا قد يستغرق ترتيبه شهورا. أعلن جيش مغاوير الثورة استعداده لتأمين المعتقلات والمخيمات التي أنشأتها قسد لاعتقال عناصر تنظيم الدولة واحتجاز عائلاتهم في مناطق شرق الفرات. وكانت قسد أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت مسبق عن تخفيض أعداد الحراسة على السجون والمخيمات تحت ذريعة سحب المقاتلين إلى جبهات شرق الفرات ضد الجيش التركي والجيش الوطني السوري، ما قد يتسبب بانفلات أمني يتسبب بهروب سجناء التنظيم وعودة انتشارهم. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إن قرابة 70,000 طفل نزحوا من مناطق شمال شرق سوريا منذ بدء العملية العسكرية التركية ضد قوات سوريا الديمقراطية. وأعربت المنظمة في بيان لها عن قلقها من تفاقم الاحتياج للمساعدة الإنسانية لما لا يقل عن 170,000 طفل نتيجة العملية التركية، مشيرة في الوقت عينه إلى أن 3 مؤسسات وسيارات إسعاف بالإضافة إلى مدرسة تعرضوا للقصف. وأخيرا، يشهد معبر البوكمال الحدودي مع العراق حركة عبور بطيئة منذ افتتاحه قبل أسبوعين من قبل نظام الأسد والحكومة العراقية. ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن مسؤول في الجمارك أن حركة العبور في المنفذ بمعدل 3 سيارات يوميا، مشيرا إلى أنه لم تسجل حتى الآن حركات عبور لشاحنات وبضائع بانتظار تسوية بعض المتطلبات الإدارية والتنظيمية من الجانب العراقي. نهاية الموجز، وأترككم لمتابعة برنامج سواعد أمل. دمتم برعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.